بسم الله الرحمن الرحيم. كل عام وانتم بخير والعيد ان شاء الله مبارك عليكم ودائما تامين والامين، وعسل سوداني بتطلع عليكم في ايام العيد المباركه، وان شاء الله كل السودانيين داخل السودان وخارج السودان اللي بيشاهدونا بيشاهدوا عسل سوداني يكونوا بخير وصحه وعافيه. والليله العسل السوداني يغنوا لنا في جبال العيد زي ما بيقولوا. ثريا هارون، برحب بك في عسل سوداني، كل سنه وانت طيب. وانت طيب ويحق كل الامان، ومن داخل الاستوديو بحييك وبحيي كل التيم العامل وبحيي الجروب وبحيي الاسره والاهل والاحباب. تسلم. السمعني من الغني، حبابك وكل سنه وانت طيب. الله يسلمك، انت طيب ان شاء الله قبل جاي امانك، واحب كل الشعب السوداني داخل السودان وخارج السودان، واقول لك كل سنه طيبين. توفيق بكر، حبابك في عسل سوداني ومرحبا بك. مرحبا بك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم. بقول لكل الجمهور وكل الأمة كل عام وأنتم بخير، إن شاء الله يتعاد عليكم بالصحة والعافية واليمن والبركات، وإن شاء الله كده تكون سهرة جميلة ونستمتع مع بعض إن شاء الله. أنا برحب بكم كلكم مرة تانية، وخلونا نعيد في الأول على الناس قبل ما نعرف التفاصيل ونتعرف عليكم أكثر، وحنسمع أول حاجة ثريا، حسمي هنا شو. والله حشتغل أصدق عباس إن شاء الله، تنال يعني رضا كل المستمعين، وإن شاء الله أقدر أوصل الرسالة والمعلومة زي ما هي. ومن داخل الاستوديو بحيي جماهيري وعشاق صوت ثريا هارون الرشيد. احنا كمان بنحييك وهنستمع لثريا، بس خلونا كمان نحيي الفرقه الموسيقيه اللي حتصاحب ثريا والسماني وتوفيق في العزف، ونقول لهم كلكم شباب كل سنه وانتم طيبين. نستمع لثريا ونجي نواصل.
شوفك الله يصبر. يا سوريا وتحية لك، وكمان برضو سمعني يحيي لنا المشاهدين ونسمع ونحن سمعنا شوية سمعنا. هسمعكم أغنية عينين نوبة تراث. جميل، كمان هنسمع للسماني ونجي نسمع توفيق كمان بعد، انتظرونا. Thank you.
وديل النوبة ديل أهلي وديل النوبة ديل أهلي نوبة ديل أهلي. شكرا السماني، شكرا كمان الفرقة الموسيقية. توفيق حد عايد علينا بشنو؟ والله الدنيا عيد، بما ان الدنيا عيد لكن انا الاغنيه بحبها يعني اغنيه شجون. حنستمع لاغنيه شجون للاستاذ صالح الضي ان شاء الله. نسمع ونجي نواصل. Thank you.
فكرت ليك ونسيت الرضا ونسيت الرضا ونسيت الرضا ونسيت الرضا وما ضليت بس قدمت غرامي بس قدمت غرامي فيك واطلوع ولما شفتك لاهي لما شفتك لاهي الفرحة مدموع وبس قدمت غرامي بس قدمت غرامي فيك ولما شفتك لاهي لما شفتك لاهي الطرح دموع وبتحز بالريدة وبتحز بالريدة وبتحز بالريدة وبتحز بالريدة والحب والخشوع وخفت لو يا لاهي خفت لو يا لاهي عديت تقعد انت خالي ولسه انت خالي ولسه في زهو الشباب بفقدك والدنيا بفقدك والدنيا بفقدك والدنيا وصبي ليس عذابي والنوح والحزن وارتضيت حرماني وارتضيت حرماني وحصابي تمل احتضنت عذابي احتضنت عذابي والنوح وارتضيت حرماني وارتضيت حرماني وحصابي تمل صرت اشيل بدمعي صرت اشيل
الثمانية برضو عندك حاجات كده في الدورة المدرسية في بداياتك، نتكلم أول حاجة بديت وين، هل فعلا كانت الدورة المدرسية ولا أنت قبليها عندك بداية؟ لا أول حاجة جد بديت الدورة المدرسية. أنا من بديت غنى؟ والله بديت غنى ومديح مع بعض. كان معايا أخوي أكبر منك ما شاف أكبر مني. بدينا الغنى ده أنا من سنة سادس أساس. جميل. فصلنا الغنى لغاية ما خلصت الأساس. خشيت الثانوي برضو ثلاثة بسافر ولايات دورات مدرسية. غنى ومديح. أي حاجة بكاس يعني. في نفس الفعالية أنت بتغني وبتمدح. أيوة بغني وبمدح. جميل. صوتك أحلى في عاتفي لأن على حسب كلام الناس ما أنت ما حنخليك تشكر روحك. والله شايف المديح برضو أحلى. خلاص بس تعد لنا كده بمدح قبل الأغنية الجاية ما دام بتغني وبتمدح. إن شاء الله. نمشي لتوفيق المهرجانات طوالي والنجاح، بديت زي الشباب ديل بالدورة المدرسية ولا في اختلاف في بداياتك؟ والله هي بداياتي لا هنا غريبة الأطوار شوية، يعني بديت مش بالدورة المدرسية، بديت بالمدرسة في الأساس. زمان كنا في القضارف في مدرسة البكر جبريل، بعد ذلك عندنا أستاذ إسماعيل أحمد حسب سيدو كان بيشجعنا وتعال وامدحوا كده وبتاع برضو كمان مدح بالمديح وغنوا أنشدوا هنا ناشد المدرسة الحياة الوطنية وكده. اكتشفوا انه صوتي كان جميل يعني ما كنت عارف الحقيقه، قام شجعني وقال لي يا اخ تقوم تغني وكده. بعد ذاك قمت قلت له لا انا بقوم بمدح، قمت مدحتها. وبعد ذاك بيكون في حاجه بتقوم بشارك باغنيه في عندنا حاجه اسمها الليله الثقافيه. نعم. شاركت فيها بعد ذاك لقيت التشجيع، كان حتى حاضره الوزير بتاع الثقافه الوقت ذاك. بعدها قمنا دخلونا المسرح ناس ورشة إعداد الممثل لتلاميذ مرحلة الأساس. بعد ذلك اكتشفوا إنه أنا ممثل برضه يعني ممكن أمثل دراما يعني. فمثلت نص اسمه أطفال من الدرجة الثانية ودرست فترة كده. بعد ذلك مشيت لقدام أستاذ إسماعيل أحمد حسب سيدو دفع بي إنه أقوم نمشي المسرح لأنه كان في ورشة بتاعت إعداد ممثل أنا ومعايا صديقي آدم مصري. وبعد ذاك وصلنا اكتشفوا انه انا ممثل طبعا. فقمت مثلت في مسرحيه كان الف لنا استاذ لؤي التوم في القضارف. بعد ذاك مثلت دور بيت جنوبيه مشرده. بعدها وصلت مع ناس فرقه سمسمه للاداب والفنون. على نوعتي وتسأل
Thank you.